موعد ثاني لفوكس عبر الرياضية. أنا محمد خاتم، السلام عليكم. طلبنا من الأندية 14 تسليمنا لقطات تحكيمية ترى أنها بطريقة أو بأختها تضررت جرائها. أخذنا هذا الكم الذي تجاوز 100.5، عرضنا على خبراء فوكس، صنفوها وفق معايير محددة. إلى أوت فوكس مستبعدة لأحد السببين، إما أن تكون اللقطة غير واضحة تصويرا وإعادات وهذه حدثت في مرتين أو في ثلاث، وإما أن تكون اللقطة لا ترقى للعرض لضعف المطالبة أو وضوح الحالة تماما وهذه حدثت في البقية. تكون لقطات انفوكس أي تحت رأي أو قرار خبراء هنا في الاستوديو في الحالات التالية: أول شيء في حالة احتسب الحكم هدف صحيح ولا ألغى هدف صحيح، ولا احتسب بلنتي غير صحيح أو كان بلنتي صحيح ما احتسبه، ولا قرار خاطئ من فاول أو ركنية غير صحيحة نتج عنها هدف للخصم، ولا حتى طرد لاعب طرد غير صحيح أو تغاضى عن طرد مستحق، ولا كرت أصفر ثاني موجب للأحمر لم يشهر. الحلقة الأولى لبرنامجكم فوكس وضعنا فيه أو فيها سبع جولات، كانت الأولى من دوري جميل، يعني كانت سبع جولات أولى من دوري جميل، وضعنا هذه كلها تحت المجهر، توقفنا عند كل ما يستحق العرض من لقطات حلل الخبراء فوكس. اليوم بذات الطريقة سنناقش السبع الجولات الأخيرة قبل أن نباشرها، نذكركم فقط بخبراء فوكس. إذن أهلا بكم من جديد في ثاني مواعيد فوكس. مثل ما قلنا الحلقة الأولى غطينا السبع جولات الأولى دون الخامسة، كان فيها أربع لقطات ولكن يعني لأسباب الاستبعاد وعدم الاستبعاد احنا جهزناها الآن اللي هي لقطات الجولة الخامسة. ولكن قبل أن نباشرها نعرف بضيوفنا من جديد، وهم يعني ما يحتاجون تعريف كأسماء ولكن نذكر بخبراء فوكس. معنا جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق والاسم الكبير في عالم التحكيم، كأس العالم 98، كأس العالم 2002، أولمبياد أتلانتا، ما شاء الله ما بقيت شيء كابتن جمال. حياك الله. أهلا بك أخوي محمد، حياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين. حياك الله كابتن خليل الرويسي أيضا، وهو اسم كبير في القارة السمراء وفي العالم العربي وله الكثير من الخبرات والتواجد في منصات الكبرى وعضو لجنة التحكيم في الاتحاد المغربي. طبعا جمال رئيس لجنة حكام في الاتحاد المصري وأنت عضو في لجنة التحكيم في الاتحاد المغربي وعضو سابقا والآن عضو في مكتب التنفيذي في الاتحاد المغربي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك كابتن محمد. كابتن إيه لأسلم الحلقة الماضية أنت نسيت تقول لي كابتن. كابتن عبد الرحمن أهلا وسهلا. كابتن عبد الرحمن الدلاور وهو اسم أيضا كبير في عالم يعني التحكيم والتحليل الرياضي، هو محلل في قناة الكاس في برنامج الحكم مع الزميل ريان بلال، ريان بلال لاعب مع بدر بلال، وأيضا عضو في لجنة الحكام الآسيوية واللجنة أيضا الدولية. شكرا طبعا على قدومك، وشكر موصول أيضا للزملاء في قناة الكاس على أيضا
هذه يعني موافقة على يعني القنوات الزميلة والمذيعين زملاء، وأنت هنا أو هناك في بيتك، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخوي محمد، والمسي على جميع متابعي قناة السعودية الرياضية. وشيء طبيعي إحنا سواء قناة الكاس أو السعودية الرياضية وباقي القنوات، برنامج الحكم برنامج مهم تثقيفي لجميع اللاعبين الفرق والإداريين والإعلاميين والجمهور طبعا. شكرا شكرا لهذا الحضور. إذا خلونا نشوف الجولة الخامسة، احنا ما غطينا الجولة الماضية الحلقة الماضية، في اليوم ناخذها وبشكل في شيء بس نبهونا له الخبراء فوكس على الحلقة الأولى، قالوا يا جماعة تراكم تجيبون لنا لقطات، اوكي احنا شفناها في المونتاج وجلسنا عليها ودققنا فيها وخذنا فيها من تقريبا من 1 الظهر حتى الساعة 11 المساء في يوم اليوم الثاني، ورغم ذلك يعني عندنا قراراتنا، ولكن الناس تبغى تشوف، لازم يفهمون احنا وش نبغى بالتمام. اليوم بنكون اكثر يعني تجاوبا معهم في هذه المسألة، احنا عشان عدد اللقطات اللي قارب 100 خلينا نتأخر شوي. نشوف مباشرة الجولة الخامسة فيها لقطات اوت اوف فوكس، نشوفها. إذا كانت هذه مجموعة لقطات الأوتوفوكس وهي التي استبعدت من الجولة الخامسة والتي فيها الحالات الأربع، نشوفها الحالة الأولى في الإنفوكس في اللقطات التي اختارها حكام هذه أو خبراء فوكس. إذا هذه مباراة القادسية والرائد، حينها كان الرائد يتقدم بهدف مقابل لا شيء، دقيقة 28 نشوف قرار كابتن جمال في هذه الحالة. طبعا هنا في زي ما احنا شايفين هنا في مطالبة بركلة جزاء، ما بانتش من اللقطتين الأولى والثانية، نشوف اللقطة الثالثة اللي خد الكرة، اللي حصل على الكرة هو المهاجم، المدافع أي تلامس هنا يعاقب عليه. لأنه خلاص هو بقى بره، خلاص التلامس حصل، اذن هنا العرقله موجوده وكان يجب احتساب ركله الجزاء. جميل، بالنسبه لك كابتن خليل نفس الشيء، هناك عرقله يعني ضربه جزاء واضحه. ضربه جزاء واضحه كابتن، لعبه واضحه، ركله جزاء غير محتسبه. خلونا اذا هذه قرار كانت في مباراه انتهت 1-1، هذه المباراه كانت المطالبه بلنتي، حين الرائد يتقدم بهدف مقابل لا شيء، ونشوف اللقطة الثانية في هذه الجولة الوحدة والنصر. وهذه قادسية والرائد في لقطة ثانية مطالبة أيضا بجزائية. مطالبة بجزائية كابتن، كابتن عبد الرحمن. اللعبة عادية، المدافع اللاعب على الكرة، فسقوط المهاجم كان سقوط طبيعي، فما فيها ركلة جزاء. كان سقوط طبيعي. طيب كابتن، قرارك كابتن خليل؟ المدافع يلعب الكرة وما فيش احتكاك مع كابتن، ليست هناك ضربة جزاء. كابتن جمال؟ يعني اعتقد عايز اشوف الحالة ثاني بعد اذنك. نشوف الحالة الأخيرة يا شباب، بشوفها كابتن. اللقطة الأخيرة. نشوف الحالة القادسية والرائد الثانية. صحة القرار. نشوفها. أنا شايف هنا يعني المدافع لم يصل للكرة. لم يصل للكرة. نشوفها مرة ثانية. من الاول، يلا يلا يا شباب، يلا يلا معايا، امشي معايا، نشوف قدم القدم دي، قدم المهاجم. ايوه قدم المهاجم هو اللي وصل للكره ومشيت في سكه المهاجم، المحاول المدافع بيحاول يوصل للكره ما وصل لهاش. جميل، اذا هنا لم يلعب الكره، لم يصل للكره. انا من وجهه نظري انه هناك ركله جزاء. ركله جزاء. كابتن خليل قرار
في اللقطة هذه انا احاول اغير قراري. انت كنت كاتب عندي هنا انه ما كانت ركلة جزاء. ركلة جزاء كابتن خليل؟ لا مصر ان ركلة جزاء لم تحدث. لا ليست ركلة جزاء عادية ما فيها شيء. اي اذا 2-1 في هذه الحالة وهي ثالث حالة بذات الطريقة في هذا البرنامج. فقط حالة هي اللي اختلف فيها خليل عن جمال وعبد الرحمن. نشوف الحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها مباراة الوحدة والنصر. كابتن عبد الرحمن نشوف الحالة في الدقيقة الثانية بداية المباراة. المفروض تمركز الحكم وذهنه يكون حاضر في المباراة. نشوف الحالة هل في خطأ داخل 18 أو لا على المهاجم. نعم ركلة جزاء مستحقة. تمركز الحكم قريب، زاوية الرؤية ضعيفة عنده، قرار مو موجود، فركلة جزاء غير محتملة. جميل كابتن خليل قرار ضربة جزاء واضحة، الحكم لم يكن في المكان المناسب، زاوية رؤية كانت عنده مغلوقة، ولذا ما يمكنش يحتسب ضربة جزاء. كابتن جمال قرار دائما نبحث عن من لعب الكرة. إذا الحل هنا واضح، من لعب الكرة هو المهاجم والمدافع هنا لم يلمس الكرة، وهذا مبدأ في كرة القدم. جميل. يجب التركيز عليه من قبل الحكام عشان النصيحة تروح للحكم. جميل. هنا لازم الحكم تدقق من لعب الكرة ومن لم يصل إلى الكرة. الذي لم يصل إلى الكرة هو الذي يعاقب. جميل. الحالة اللي بعدها جزاء صحيحة. ركلة الجزاء كان يجب أن تحتسب يعني. كانت المفترض ركلة جزاء. إذا اثنين أنت قلت ركلة جزاء. ثلاثة أصوات إذن اتفاق على هذا على هذا الرأي. نشوف الحالة اللي بعدها مباراة الفتح والشباب. هذه اللقطة نشوفها كابتن خليل. هنشوف اللقطة ونشوف الإعادة. مطالب ركلة جزاء، مطالب بضرب الجزاء من خلال إعادة. هشوف أنت شايف أنها إيش بعد هاللقطة كانت واضحة لحد الآن؟ ما فيش حاجة، لقطة عادية بالنسبة لي لحد الآن. ما في شيء. الحكم احتسب لمسة يد على المهاجم على بعد ما سقط المهاجم، ضربت بيده الكرة بيده بالآن. طيب. فقرر الحكم ما في شيء. قرر كابتن جمال المدافع لعب الكرة خلاص. المدافع لعب الكرة. لا يوجد خطأ على المدافع. لا يوجد خطأ على المدافع. إذا هذه هي اللقطة الرابعة. اللقطة الخامسة في الجولة الخامسة نشوفها. النجران والأهلي دقيقة 59. شوف الحالة كابتن عبد الرحمن. نشوف الحالة في الدقيقة 59 سقوط اللاعب داخل 18. هل هناك خطأ أم مجرد سقوط عادي، التحام عادي في كرة القدم؟ نشوف الحالة. نعم لا، المهاجم هو اللي لعب الكرة ولكن ما في أي إعاقة من المدافع، وأنا أفضل أن الحكم في الحالة هذه ركلة حرة مباشرة على المهاجم وإنذار المهاجم للتحايل. لا يوجد ركلة جزاء. كابتن خليل هنشوف الإعادة. نشوف الإعادة يا شباب إذا قدر الكابتن خليل يبغاها. هذه هتشوف ركبة المدافع. ركبة المدافع. طيب نواصل يا شباب، نواصل اللقطة. كانت عرقلة. أيوة. بالنسبة لي ضربة جزاء. ضربة جزاء بالنسبة لكابتن خليل. وكابتن عبد الرحمن قلت ما فيها شيء أنت. ما فيها شيء، والدليل تشوف رجل اليمين المهاجم قبل أي التحام ثبتها على الأرض وسحبها على الأرض عند نية التحايل. رجل اليمين اللي الكابتن خليل يقولنا فيه التحام في الركبة، قبل التحام رجل اليمين يوضح لنا أنه هو ناوي التحايل، ثبتها على الأرض وسحبها معه. جميل. كابتن جمال أنا الحقيقة مكان الحكم نموذجي، والقرار اللي أخذه الحكم أنا أتفق معاه، لا توجد ركلة جزاء. كان ممكن إضافة احتساب تحايل لأن المهاجم هو اللي تسبب في السقوط. إذن قرارك أنه لا يوجد ركلة جزاء. قرار عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن لا يوجد ركلة جزاء. قرار كابتن خليل يوجد ركلة. إذا 2-1 هذه القرارة، هذه الحالة لا يوجد فيها ركلة جزاء. هذه الجولة الخامسة. نروح للجولة الثامنة وفيها هذه الجولة 14 حالة، رقم كبير. خلونا ناخذها بشكل متتالي. أولا الفتح والوحدة، أو قبل هذا كله إذا كان فيها أوتو فوكس يا شباب. هذه الجولة فيها أوتو فوكس، نشوف الأوتو فوكس فيها لقطات مستبعدة.
إذا كانت هذه لقطات أوتو فوكس في الجولة الثامنة. نشوف اللقطات مباشرة اللي معنا اللقطات المختارها الخبراء فوكس تكون معنا. اللقطة الأولى مباراة التعاون والنصر. كابتن عبد الرحمن هذه اللقطة دقيقة 47 نشوف الحالة تمركز الحكم وجود الحكم قرب الحدث زاوية الرؤية ممتازة نشوف اللعبة هل فيها شيء؟ التحام عادي سقوط عادي ما في أي قرار تمركز الحكم صحيح والقرار صحيح باستمرارية اللعب جميل كابتن خليل قرارك فيها؟ تواجد الحكم في موقع جيد بالنسبة لي فالقرار صائب استمرار اللعب جميل كابتن جمال استمرار اللعب هو القرار الصحيح استمرار اللعب في هذه الحالة هو القرار الصحيح نشوف الحالة اللي بعدها في نفس المباراة ايضا في مباراة تعاون النصر هذه اعادتها اعادة اللقطة اللي راحت نشوف اللقطة اللي بعدها هذه في مطالبة بركلة جزاء نادي النصر او حسب مطالبة بطرد الحارس طرد ايوه خالد طرد واحتسب ركلة جزاء كابتن خليل ركلة جزاء صحيحة المشكلة هنا هل هناك طرد ام لا نشوف هل هناك الاعتبارات الموجودة في الفرصة المحققة سيطر على الكرة اتجاه المرمى موجود المدافعين موجود واحد بس يكون بعيد بالنسبة لي فالطرد لازم يكون طرد شوف الطرد كابتن عبد الرحمن أنا أشوف أكتفي بالإنذار لوجود المدافعين قرب الحالة وعدم السيطرة التامة للمهاجم الكرة الكرة كابتن جمال أنا أحب أشوفها مع اللقطة طيب نشوفها نشوف اللقطة الثانية ونشوف إعادتها كابتن جمال ونتكلم عن العناصر طيب. عناصر الفرصة المحققة عناصر مع الفرصة المحققة وبالتالي إذا لقينا واحد بس ناقص طيب شوف هنا نقف هنا ارجع معايا ارجع معايا شوية كمان لا لحظة الخطأ أيوه لحظة خطأ بس هنا شوف بيفترض الآتي بيفترض ان انا عشان احكم على الفرصه المحققه موجوده ولا لا انه حصل ان الخطا ما يحصلش يعني انا بلغي الخطا لو انا لغيت الخطا فرصه اللاعب في احراز الهدف قد ايه قد ايه شايف انت انا شايف انها 100% 100% ليه لانه هنا المدافع اللي اقرب واحد ليه مش هيقدر يحصل مش هيقدر يحصل الكره لو الحارس ما ارتكبش الخطا المسافه موجوده اتجاه اللعب موجود السيطرة المستقبلية موجودة إذا العناصر الأربعة بالنسبة لي ما أقدرش أحكم عليها غير من اللقطة دي أيوه إذا اللقطة دي بتقول أنا ما أنا في رأيي في تقديري أيوه الشخصي أيوه إنه لو الحارس ما ارتكبش الخطأ كان الهدف جميل كابتن خليل أنت قلت عليها طرد أيضا كابتن عبد الرحمن لسبب واحد أقول إنذار شوف توجه جسم اللاعب جسم اللاعب داخل الملعب وليس أيوه لاتجاه المرمى يعني اللاعب المهاجم يمكن يتحاشى الحارس يمكن يتحاشى الحارس صح يتحاشى الحارس وهي الشيء يعطيك ضعف انه ممكن يسيطر على الكره سيطره تامه حتى لو ما في خطا من الحارس يعني جميل. المدافع ممكن يلحق على المهاجم هو اخويا عبد الرحمن اسمح لي اللي احنا لما نفترض انه الخطا ما حصلش صح لو الخطا ما حصلش الاتجاه مش هيكون بهذا الشكل يعني انا صح. عشان احكم على اللعبه اقوم الغي الخطا الغي الفاول من الاساس نلغي الفاول من الاساس هو مفتر المهاجم لانه مو مسيطر على الكره حاول الوصول للكره وخايف من الحارس من الاساس غير اتجاهه وخوف الفرق في الحكم على الحاله انه نحكم عليها لو ما حصلش الالتحام اعتقد كان هيكون سهله بالنسبه له لو حصل الالتحام اكيد هيغير من اتجاه اللاعب زي ما انت تفضلت طيب طبعا هذا النقاش تشوفونه هو امس اليوم كله زي كذا اليوم كله زي كذا في اليوم يعني كانه في هدوء يوم لبسوا قرافات الكباتن كانت تحسنت الامور صارت حاله وحالتين نشوف الحاله اللي بعدها هذه ايضا في مباراة التعاون والنصر نشوف مطالبة ركلة جزاء ما احتسب الحكم شيء كابتن جمال خلينا نشوف اللقطة دي حتبين اعتقد هنا واضح انه الايد خرجت بالشكل خرجت من الجسم ما دام ايدي خرجت من الجسم يبقى انا استخدمت لكن لو انا مكمل مع اللاعب وفرصتنا احنا ماشي ارجع للحظة شوية أيوة. هل فرصة مين الاول عشان نشوف الاعتبارات فرصة مين الاول اكتر في لعب الكرة هل المدافع عنده فرصة في لعب الكرة نشوف الفرصة الكرة تحت سيطرة المهاجم جميل. هل المدافع هنا عنده فرصة ما عندوش فرصة استخدام الايد من المدافع طيب. اعتقد ان انا اشوف انه في دفع وكان يجب احتساب ركلة بلنتي قرار فقط قرار كابتن جزاء كان دفع ركلة جزاء هناك دفع كابتن عبد الرحمن خلينا نشوف الحالة هذه شوف الحالة هذه
انا اشوف التحام عادي في كره القدم حتى مده اليد هذه بعد السقوط فما فيها اي شيء انا امشي مع الحكم انه القرار جميل اذا اثنين مقابل واحد ناخذ بالاغلبيه ايضا هذه المره نروح اللقطه اللي بعدها هذه الجوله في هذه المباراه الفتح والوحده مطالبه بركله جزاء للوحده كابتن جمال طيب خلينا نشوف اللعبه بس هو انا هقف بس هنا عند الالتحام في التحام في القدم ولا ما فيش اذا في التحام في القدم يبقى خلاص يعاقب اللاعب المدافع انت شايف ان فيه التحام شوف شوف بس هي اللقطه دي معلش وقف لي الصوره ارجع شوي ولا الصوره ارجع شويه ارجع شويه ارجع شويه كمان معلش كمان أيوة. كمان لا 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 مش هنا لسه كمان كمان ارجع ورا بعد ايوه بس امشي بقى امشي بقى امشي بقى هنا شوف رجلين اللاعب كمل كمل شويه صغيره واقول لك تقف امتى هقول لك تقف امتى شوف رجلين اللاعب اهي هنا خلي بالك بس امشي شويه سنه كمان لوحدك لوحده واحده اتحررت رجلين اللاعب امشي كمان شويه شويه كمان فريم واحد بس بس ارجع شويه معلش نرجع لمسه يا شباب لمسه شويه كمان كمان واحد. كمان كمان بس هنا اعتقد هنا قدم المهاجم محرره تماما على فكره دي من اللقطات الصعبه ايه؟ بالنسبه للتصوير لكن هي محرره تماما من التلامس المدافع يعني انا اشوف لو ما حصلش التلامس وهو ده اللي بيؤكده هذه الصوره يبقى انا اشوف انه ما فيش خطا هذا ما تشوف فيها بلنتي انت أي. كابتن خليل نفس الشيء ما في عرقه لا ما فيش ضربه جزاء ما في اعاقه بالنسبه لك كابتن عبد الرحمن اكيد طبعا تثبيت المدافع رجل على الارض قبل ما وصول رجل المهاجم أيه. فالمهاجم هو اللي حط رجله فما ما فيها شيء روح اللقطه اللي بعدها هذه المباراه الفيصلي والرائد ايضا مطالبه بلنتي كابتن عبد الرحمن عندنا في الدقيقه 26 سقوط اللاعب داخل 18 نشوف هل فيها عرقلة أم لا المهاجم حاول أن يلعب الكرة المدافع قريب جدا منه فاللعب الكرة من المدافع فما فيها يلعب الكرة مدافع فاللعب استمرار اللعب هو الصح جميل خلينا نشوف رأي قرارك كابتن جمال في هذه اللقطة قرار صحيح متفق مع عبد الرحمن اتفق عبد الرحمن كابتن اتفاق إذا هذه بالاتفاق نروح اللقطة اللي بعدها وهي اللقطة الخامسة ايضا في مباراه فيصلي والرائد مطالب بركله جزاء لنفس اللاعب في ذات المنطقه كابتن جمال يلا من هنا ما نقدرش نحكم ومن هنا كمان من هنا ما نقدرش نحكم ومن هنا ما نقدرش وهنا خلاص هنا نشوف بقى هنا لازم نحكم المدافع هنا لم يصل للكره نهائيا هو مش شايف حتى مكان الكره فين هو راح على المسك واضح خلاص ركله جزاء جميل اذا بلنتي كابتن خليل هناك مسك واضح ضربه على المسك وكابتن جمال قال ركل وان جزاء واضح على المسك والركل شكلها سوا طيب خلينا نروح الحاله اللي بعدها ايضا مباشره مباراة الفيصلي والرائد ايضا مطالبة بركلة جزاء احتساب ركلة جزاء او احتساب ركلة جزاء نعم هي خارج المنطقة أو داخلها كان الاختلاف نشوف اللقطة كابتن خليل اللقطة هذه فيها كانت فيها لمسة يد طيب نشوف ونوقف اللقطة ونشوف هل هناك خطأ داخل أم خارج نرجع شوي يا شباب نرجع يا شباب نشوف اللقطة هنتأكد اللي فيها الحالة نشوفها لاحظ كابتن هذه لمسة اليد كانت خارج منطقة الجزاء وبالتالي إذا أعلن الحكم لازم يعلم عن الخطأ هنا نطلب مساعدة هل يمكن طلب مساعدة من مساعد؟ أيه هنا لازم يتدخل المساعد لأن تواجد الحكم كان شوية بعيد كان بعيد أنت شايفنا وين؟ خارج منطقة الجزاء خارج منطقة الجزاء كابتن جمال والله الحالة صعبة صعبة ها؟ الحقيقة حالة صعبة تحتاج مننا إلى مجهود كبير من التصوير عشان نقدر نثبت الحالة يعني أنا في الحالات اللي زي كده الحقيقه انا بمشي مع قرار الحكم لان لو على الخط هتكون داخل منطقه الجزاء لو على الخط جزء من منطقه الجزاء انا شخصيا مش قادر احدد اذا كان كابتن جمال تحددت كابتن خليل انا حددت خارج منطقه الجزاء انا خارج منطقه الجزاء كابتن جمال داخل
كابتن خليل خارج منطقه الجزاء، خارج منطقه الجزاء. اذا انت مع كابتن خليل مقابل واحد، نروح للحاله اللي بعدها مباشره. هذه الحاله كابتن جمال في نفس المباراه مطالبه بركله جزاء، والحكم اعلن عن تحايل. اعلن تحايل، بس انا عايز بس اقف هنا، ما فيش داعي ندي الانذار للاعب وهو على الارض، يعني لازم ننتظر اللاعب لما لما يقوم. طيب شو الحاله، خد الكره مين؟ هي عدت المدافع، نشوف عدت، لا اخذها المهاده يعني. انا مع الحكم. انت مع قرار الحكم؟ انا مع التحايل. اللاعب 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 يعني استغل، استغل عدم لعب المدافع للكرة في انه هو وضع نفسه في موقع السقوط. جميل. حتى لو حصل تلامس فاعتقد انه هنا التحايل صحيح. وكابتن خليل؟ المهاجم بحث عن الخطأ قبل وقوعه، وبالتالي فالحكم قرار صحيح. كابتن عبد الرحمن؟ انا خالف ركلة جزاء، المدافع ما لعب الكرة، صحيح المهاجم ما لعب الكرة، ولكن ما يبرر للمدافع ان انت تنزل بهالاسلوب فشلت المهاجم معك وانت ما جلست الكره، فانا اشوف ركله جزاء. ركله جزاء، اذا هاي 2-1 قرار مع الاغلبيه، ومع ايضا انه قرار كابتن عبد الرحمن يعني يقدر وله تقييم، ولكن بالنسبه لنا احنا في الحلقه 3 اشخاص، يعني ما تقدر في اغلبيه تصير 2-1. خلونا نروح للحلقه للحاله اللي بعدها. استعجلت الحلقه. هذه الحالة في مباراة الفيصل والرائد أيضا، وهي مباراة مليانة. نشوف كابتن عبد الرحمن. دي 83 أعتقد نشوف الحالة. الحكم احتسب ركلة جزاء. نشوف بناء على شنو؟ هل في لمس يد؟ في احتجاج كبير من الفريق. الكرة معكوسة من جهة اليسار، انلعبت الوهلة الأولى، في حركة اليد من المدافع، بس نشوف الكرة وين طقت. الكرة جت في وجه المدافع وليس يده، فسوء تقدير من الحكم، فركلة جزاء خاطئة غير صحيحة. غير صحيح. كابتن خليل. بالنسبة لي فإن الحكم التموضع ديالو جعله انه ما يشوفش كرة، ما يشوف اللقطة، زاوية رؤية، زاوية رؤية غير مفتوحة بالشكل الجيد. القرار ضرب الجزاء، قرار كابتن هي لمسة توجه مش لمسة لمسة وش، مفيش خطأ، لمسة وش. طيب خلينا نروح للقطة اللي بعدها كابتن. فأخيرا خلصنا فيصل ورائد، نروح المباراة اللي بعدها. نجران وهجر في دقيقة 49، شوف الحالة كابتن جمال. يعني الوهلة الأولى بمكان الحكم أنا مش شايف فيه خطأ، يعني ده التحام في كرة القدم، استغلوا اللاعب، أو حتى مش عايزين يستغلوا عشان ما يبقاش هو مذنب، ممكن يكون فقط توازنه. أنا شايف إن اللاعب يستمر وقرار الحكم. كابتن خليل قرار؟ احتكاك عادي، ما فيها شيء. كابتن عبد الرحمن قرار؟ مع الحكم، استمرار اللعب، استمرار اللعب. خلينا نروح الحالة اللي بعدها مباشرة في مباراة القدسية والشباب. هذه المباراة في الدقيقة 66 كابتن جمال. هنشوف هنا الكرة اتلعبت ولا لا، الحكم موجود في مكان نموذجي. يبقى ان المدافع يلعب الكرة، لعب في المدافع الكرة، اذا لا يوجد ركلة جزاء. كابتن خليل قرار؟ لا يوجد، لا يوجد ضربة جزاء. كابتن عبد الرحمن قرار؟ ما فيها شيء، لا يوجد ضربة جزاء. نروح مباشرة للحالة اللي بعدها. هذه في مباراة التعاون والنصر، يبدو انه ما جبناها قبل شوي ذي يا شباب. شفناها هذه، شفناها ثلاث حالات، هذه شفناها. على بال ما تجهزون اللقطة اللي بعدها، مباراة الاتحاد والاهلي. اي هذه كانت مباراة التعاون والنصر. بالنسبة للحالات إلى الآن عندنا عدد يعني تقريبا فيصلي والرائي تحديدا، المباراة كانت مليانة باللقطات، فهي تعتبر مباراة يعني صعبة، تعتبر صعبة كما قرر الحكام انها صعبة. كابتن جمال هي صعبة؟ هو طبعا مباريات كثيرة صعبة، بس انا كيف تعرف صعوبتها؟ كيف تقيم صعوبة سريعا في 3 نقاط؟ هقول لك، انا طبعا احنا ما شفناش المباراة بالكامل، عشان خلينا نتكلم بالامانة. احنا شفنا اللقطات، لكن شفنا لقطات كثير، اللقطات كثير فيها اختبارات كثير للحكم. لما يكون في اختبارات كثير للحكم يبقى تصير مباراة صعبة. جميل. ده معيارنا، معيار رئيسي يعني. ده اذا ما شفناش المباراة بالكامل. طيب. لكن كان في اكثر من حاله اعتقد ان احنا استبعدناها. طيب. لانها ما كانتش ممتاز. الحاله جاهزه نشوفها.
هي الحالة الأخيرة. الاتحاد الأهلي كان في مطالبة بركلة جزاء للاتحاد. هي ثلاث حالات أعتقد للاتحاد الأهلي. هذه الأولى في ركلة جزاء كابتن جمال. خلينا نشوف الإعادة مرة ثانية. أيوة خلاص خذ رجلي خلاص ركلة جزاء. ركلة جزاء كابتن خليل. ركلة جزاء. ركلة جزاء واضحة كابتن درفان. ركلة جزاء. ركلة جزاء. طيب نشوف اللقطة اللي بعدها أيضا في مباراة الاتحاد والأهلي. دقيقة 57 هذه كان فيها مطالبة بكرت للاعب. نشوف كابتن عبد الرحمن. شوف الحالة. كان مطالبة بكرت أحمر من الاتحاديين للأهلاويين أو الأهلاويين. في شيء عبد الرحمن؟ والله الإنذار مستحق. ما توصل أكثر. ما توصل أحمر؟ لا ما توصل أحمر. كابتن خليل؟ هناك تهور إنذار. تهور إنذار كابتن جمال. الاعتبار اللي لازم نحطه هنا في حساباتنا إنه اللاعب لو راح مباشرة لقدمه كنت تكلمت عن الكرة. لكن هو نزل على الأرض الأول فخففت حتى من السرعة ومن القوة. فهي خففت من إنها تكون استخدام قوة زايدة. فهو تهور وبالتالي قرار الحكم. روح حالة أو هذه نعم باقي حالة في هذه الجولة. حالة 14 حالة مليئة جولة مليئة. نشوف مباراة الاتحاد والأهلي. فيها لقطة. هذه اللقطة مطالبة بركلة جزاء كابتن جمال. فيها شيء؟ لا مدافع لعب الكرة. الاصطدام الأول ما كانش له أي تأثير وبالتالي بعدها وصل للكرة أعتقد. كابتن عبد الرحمن. لعبة عادية ما فيها شيء. لعبة عادية. كابتن خليل. لعبة عادية. انتهينا الشباب من الجولة هذه؟ انتهينا من الجولة. الثامنة نروح الجولة التاسعة مباشرة ونشوف إذا فيها لقطات أوت أوف فوكس، لقطات مستبعدة نشوف. فيها هي. إذن هذه لقطات الأوتو فوكس للجولة التاسعة. الجولة التاسعة اختاروا خبراء فوكس 6 حالات للنقاش حولها وهي حالات مهمة. نشوف الحالة الأولى. الحالة الأولى كابتن خليل. هنشوف اللقطة هذا. المطالبة هنا بركلة جزاء. مطالبة الوحدة بركلة الجزاء دقيقة 89. ونشوف الوقت لأنه تحسس دقيقة 89. نشوف رأيك في اللقطة بعد الإعادة. أيوه. هذه الحالة كابتن. هنشوف. بالنسبة لي فهنا ركلة الجزاء. ركلة الجزاء لم تحتسب. ركلة الجزاء وفي وقت حساس. تنظر النتيجة مؤثرة شوية. كابتن عبد الرحمن رأيك فيها؟ ركلة جزاء واضحة. ركلة جزاء واضحة. قرارك كابتن جمال؟ تحرك المدافع وتثبيت قدمه. اعتقد ان هو عايز يوحي للحكم ان هو واقف في مكانه لكن هو تحرك وعرقل المهاجم. اذا ركلة جزاء. جميل. ثاني حالات هذه الجولة. كابتن عبد الرحمن رأيك؟ نشوف الحالة في الدقيقة 14 النصر والفتح في سقوط في مطالبة بركلة جزاء. نشوف اللعبة. دقيقة 14. دقيقة 14 من ركنية لعبة الكرة. السقوط اللي صار للاعب الأبيض سقوط عادي ما في دفع ما في مسك فسقط ويطالب ركلة جزاء. اللعبة عادية. أنا مع الحكم استمرارية اللعب. كابتن خليل. أنا مع الحكم استمرارية اللعب. لقطة عادية. كابتن جمال. أنا مع الحكم ومع عبد الرحمن ومع خليل. ومش معي أنا. أنت ما بتقولش قرار. طيب خلينا نروح للقطة اللي بعدها مباشرة. هذه اللقطة مباراة الأهلي والفيصلي دقيقة 28 كابتن عبد الرحمن. في الدقيقة 28
هم مطالب بركله جزاء. نشوف الحاله حاله دقيقه جدا يعني هاي تيم ورك بين الحكم والمساعد الاول، لان الكره في الهواء واثناء خروج الكره، هل الالتحام صار قبل خروج الكره او بعد خروج الكره؟ تمركز الحكم ممتاز ولكن صعب انه ياخذ القرار داخل او برا، المساعد لازم يساعد الحكم فيه، المدافع راح لجسم المهاجم قبل خروج الكره، ركله جزاء غير محتسبه في اللعبه هذه. هذه يوم طلبتوها ما شاء الله كثير، اخذ في نص ساعه. كابتن خليل نكمل. هناك تعمد المدافع رمى نفسه وعمل سباحه وبالتالي فخطا واضح ضربه جزاء. السباح مرود سبب بلنتي. طيب انا عايز اللقطه الثانيه لانه هو الخطا موجود. كابتن جمال يقول الخطا موجود بس يبغى يشوف الرحمن هل داخل ولا خارج؟ انا قلت نص ساعه عشان ما تطلبون، بس اذا طلبت نص ساعه احنا عارفين. هنجيب اللحظه اللي ارتكب فيها المخالفه. ايوه هي دي، يلا امشي معايا، خليك معايا لغايه لما انا فين كمان لسه ما حصلش الخطا. هنا حصل الخطا، يبقى اذا حصل الخطا حصل داخل الملعب، والكره كمان كانت داخل الملعب، وده اللي كان مهم يا استاذ عبد الرحمن. اكيد الكره داخل الملعب مهم جدا، ان الحكم المساعد يحط في اعتباره الكره داخل الملعب ولا لا، لان الكره خارج الملعب هتبقى الكره اوت اوف بلاي، وبالتالي دي ركله جزاء صعبه جدا. صحيح، كان يجب احسابها. طيب كابتن الخليل انت قلت ان ركله جزاء، اذا في اتفاق ركله جزاء نروح لقطه اللي بعدها مباشره. مباراة الخليج والاتحاد، مطالبة بخروج الكرة الخليج. كابتن خليل نشوف الإعادة. ايوه تحتسب هدف. ايه هنشوف الإعادة وحنركز على المساعد سريع. في لحظة خروج الكرة هنا واحد بعد حوالي مترين او ثلاثة امتار بعيد عن الكرة. ايه وحنشوف الإعادة. شوف اللقطة من زاوية أخرى. فبالنسبة لأن الكرة تجاوزت المرمى بكاملها، وبالتالي هدف غير صحيح. إذن كابتن الرحمن قرار الحكم مساعد، قرار بالحالة الصعبة للمساعد، كرة سريعة ولكن تمركزه ما يعطي القرار صحيح، فالكرة خرجت. خرجت كابتن جمال خرجت. أنا بس الكرة خرجت، ده أمر ما فيهوش تقدير، لكن أنا بتكلم على الخط. عبد الرحمن لو ملاحظ معايا، هل 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 سمك الخط هنا قانوني؟ سمك الخط نشوفه مع القائم أستاذ جمال، خلينا نشوف مع القائم هل قانون الامور الامور الهامه جدا الحقيقه. طبعا عارف ملاعب المملكه ملاعب كبيره، انت واضح انك تبغون تبرون الحكام تحطونا في المهندس، لكن خلينا لانه ده يساعد. يعني واضح ان الكره خرجت، مشيها شويه الكره مشي خرجت. خرجت خرجت من الخط. هي خرجت خرجت خرجت. طيب دي ما فيهاش سمك الكره الخط. طيب كفايه كذا، نروح اللقطه اللي بعدها. الكره خرجت، نروح اللقطه اللي بعدها مباشره. اللقطه اللي بعدها هذه ركلة جزاء، الهلال كان يطالب بأن التنفيذ غير صحيح وأنه حارس الشباب تقدم. كابتن عبد الرحمن في الدقيقة 16 تنفيذ ركلة الجزاء، من شروط أن تمركز الحارس قبل تنفيذ الركلة على خط المرمى بين القائمين تحت العارضة، نمشيها 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 نمشيها، وقفها الحين متر بتقدم قبل التنفيذ، لو اثناء التنفيذ نمشيها لا، ولكن واضحه جدا المفروض تعاد. تعاد. نعم. كابتن خليل تعاد. تعاد كابتن جمال تعاد. قانون ما فيهوش قانون. طيب خلينا نروح للحاله اللي بعدها. كانت مطالبة بركلة جزاء. كابتن جمال في البداية حاول الحقيقة تمركز الحكم جيد، يعني شايف الحكم موجود في مكان جيد، لكن خلينا نشوف اللقطة بقى. التمركز الجيد هو اللي يديني القرار الصحيح. هل كان في ركلة جزاء ولا ما فيها؟ أعتقد في ركلة جزاء. في ركلة جزاء كابتن خليل، في ركلة جزاء. في ركلة جزاء مع الإنذار. كابتن عبد الرحمن ركلة واضحة، ركلة جزاء غير محتسبة. ركلة جزاء، إذا اتفاق ثلاثة على أنها ركلة جزاء. هذه آخر الجولات، حالات الجولة التاسعة، الجولة العاشرة نشوفها فيها ثلاث حالات، قبل ثلاث حالات في أوت فوكس، نشوف أوت فوكس اللقطات المستبعدة في هذه الجولة.
طيب شفنا لقطات الأوتوفوكس في هذه الجولة، لقطات مستبعدة من الجولة العاشرة، في ثلاث حالات فقط لكل واحد من خبراء فوكس سنأخذ منه توضيح. الحالة الأولى، هذه الرائد والنصر، أن الرائد كان يطالب بلنتي دقيقة 44. كابتن جمال، يعني أنا لما أتكلم عن حارس المرمى نشوف هل حارس المرمى وصل للكرة ولا لا. وصل للكرة، الاصطدام اللي بعد كده لا يحاسب عليه، يحاسب عليه. كابتن خليل، طبيعي حارس المرمى لاعب الكرة ما فيش عرقلة. كابتن عبد الرحمن، استمرار اللاعب هو صح، نفس القرار. يزينكم تتفقون، تسرعون الوقت. طيب خلينا نروح على اللي بعدها، وهي في مباراة الهلال والنجران، نشوفها. هذه الدقيقة الرابعة أو 15، الفتح والتعاون يا شباب، يبدو أنها استبعدت هذه من اللقطات المستبعدة في هذه الجولة. مستبعد عندكم الكباتن؟ لا مستبعد. أنتم مستبعدين، أنا شفت عليها إشارة استبعاد. مستبعد لأنه لشيء، لأنه قرار سهل، سهل. صح. فوش يعني لا يحتاج لنقاش. صحيح. طيب نشوف اللقطة اللي بعدها إذا كانت جاهزة. وعلى بال ما تجهز كابتن عبد الرحمن، يكون جولة كاملة فيها ثلاث حالات، هذا مؤشر جيد؟ مؤشر جيد للتحكيم، التحكيم جدا ممتاز، يعني تحضير ذهني وبدني، وظهر الشغل اللجنة والدائرة مع الحكام في هالأسبوع كان جدا ممتاز وعالي، وحضور الحكام في الجولة هذه كانت ممتازة. جميل، نشوف على بال ما جهزت لقطة شباب الآن. أنا بس لي تعليق، أكد على كلام عبد الرحمن إنه إحنا شايفين الورق والصفحات بتقل كل ما بنروح لجولة، وبالتالي ده معناه بيؤكد انه العمل مستمر. اهم ما في يطور اداء الحكام هو المواجهه في التحليل التحكيمي للاخطاء اللي بتحصل في كل جوله، وهذا يحسن من اداء يتلاشى الحكام في الجولات الثانيه. جميل. طيب الرتم يزيد مع الوقت طبيعي، اكيد الرتم تبدا تركيز. نروح الحاله اللي بعدها، هذه مباراة الهلال والنجران، شوفها الدقيقة أربعة، كانت مطالبة هلالية بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة. كابتن خليل، نشوف هنا مطالبة ضربة جزاء، خليك من هذه اللقطة، هذه كانت خارج المنطقة، المطالبة كانت على اللقطة داخل المنطقة. نمشي يا شباب، نواصل هنا، هل كان فيها ركلة جزاء؟ بالنسبة لي ما فيش ركلة جزاء، ما في ركلة جزاء. كابتن جمال، بالنسبة لي اللقطة مش واضحة، ما فيش لقطة يعني، نوقف الفريم الأخير يا شباب هنا لعلكم واضحة. اللقطة الأصلية يعني، يعني كلام هنا على التلامس باليد؟ لا بالرجل، بالرجل بالركبه، تتكلم عن الرجل. ما تقدر تاخذ فيها قرار كابتن عبد الرحمن؟ اشوفها صعبه، بس اروح مع الحكم انه ما فيها شيء، ما فيها شيء. اذا اذا الاتجاه الى ان هذه اللقطه غير ما فيها شيء، نروح الحاله اللي بعدها. هذه في الهلال والنجران ايضا دقيقه 56، مطالبه نجرانيه بجزائيه. كابتن جمال، لا شيء، يستمر اللعب، يستمر اللعب في هذه. كابتن خليل، كعادي استمرار اللعب، استمرار اللعب. كابتن عبد الرحمن، تمركز الحكم خلاه ياخذ قرار، ياخذ قرار صحيح. اذا في اتفاق انها ركله. عموما المباراه انتهت لصالح الهلال بهدفين مقابل لا شيء. نروح للجوله الحادية عشرة في هذه في الدور الاول. اللي شفناه هذا الأوتوفوكس اللي هي اللقطات المستبعدة لهذه الجولة، خلونا نشوف اللقطات اللي معنا وهي ست حالات، نشوفها سريعا. الحالة الأولى، كابتن جمال، الخليج والنصر دقيقة 41، مطالبة خلجاوية بركلة جزاء، مطالبة نصراوية بركلة جزاء. لا يوجد تعمد، لا يوجد تعمد، لا يوجد تعمد. انت تاخذ قرارك اذا ضربت في الارض مباشرة تعرف ان ما فيها تعمد؟ بالضبط كده، دي نمرة واحد، نمرة اثنين هي من قدم اللاعب، من قدم صاحب، هو صاحب، صاحب لا يملك انه يبتعد يده، حيودي ايده فين؟ حيوديها فين؟ هي ايده كانت في الوضع الطبيعي والكرة اللي اصطدمت بها. كابتن خليل، لمسة يد غير متعمدة، في عنصر المفاجأة، اذا ليست هناك ضربة جزاء، ما في ركلة جزاء. كابتن عبد الرحمن، لا توجد ركلة جزاء. روح الحالة اللي بعدها في ذات المباراة، دقيقة 36، مطالبة هجروية بجزاء، خلجاوية بجزاء على حارس النصر، نشوف كابتن عبد الرحمن.
نشوف الحاله في الدقيقه 36 الحارس مسك الكره ولكن سقوط المهاجم مع الحارس، نشوف الاعاده هل في خطا او لا. الحارس لعب الكره والمهاجم هو اللي دخل على الحارس، فاللعبه عاديه ما فيها فيه شيء. مطالبه غير صحيحه، مطالبه يعني لبلنتي غير موجود بالنسبه لك كابتن خليل. لا عادي، الحارس لعب الكره فبالتالي راح البلنتي. كابتن جمال انا بتفق معهم. تتفق معهم، الحارس وصل للكره خلاص. جميل، جزاكم الله خير. نروح الحاله اللي بعدها. هذه اللقطه لمباراه الاتحاد وهجر دقيقه 19. كابتن خليل بالنسبه للقطه هذه مطالب ضرب جزاء صحيح، اعتبار ان اللاعب المدافع لمس الكره باليد. حنشوف الاعاده. كابتن جمال امس يشوف اللقطه هذه في المونتاج يقول هذا شكله عمله عمله. طيب نشوف. بالنسبه لي ما فيش ضرب جزاء لان اليد طبيعيه وغير متعمده. طيب بالنسبه للكابتن عبد الرحمن اللعبه عاديه استمرار اللعبه صح. كابتن جمال لا يوجد تعمد في لمس اليد، طلع مش عامل عمله اللاعب. طيب نروح اللقطه اللي بعدها. هذه مباراة الهلال والاهلي، كانت مطالبة هلالية بطرد حارس الاهلي نظير ضربة الجزاء. كابتن جمال انا بس عايز اللقطة دي نفسها يرجع معي، يرجع معي اللقطة الأولى يا شباب. المعايير اللي خدناها في حالة ما يبغى الإعادة، يبغى اللقطة الأولى في حالة الفرصة المحققة، لأن أنا عندي كلام عايز أقوله. مش عايز دي، لا عاوز الأولى. كابتن جمال عايز اللقطة الأولى. خلاص ركلة الجزاء متفقين مع الحكم، خلينا نناقش اللقطة الأولى بس. هي اللقطة بس هنا كابتن، امشي شوية كمان، امشي كمان لغاية لما يحصل التلامس. ايوه هنا صار التلامس. طبعا هنا انا هنا هحكم بقى على الفرصه المحققه. لو حارس المرمى لم يعرقل اللاعب، اللاعب هنا مش متجه للمرمى، محتاج وقت علشان يرجع تاني يواجه المرمى، اعتقد عنصر واحد ينقص، اذا هنا الفرصه المحققه مش موجوده. لكن انا عايز اقول سبب الانذار ايه؟ كل انا مش شايف فيه سبب للانذار ابدا، يعني ما فيها اصفر ولا احمر. ما فيش سبب للانذار. اي جميل، هو ما فيش طرد، لكن الانذار لازم يكون له سبب، وهذا ما له سبب. ما فيش واحد من الاخطاء السبعه اللي ينظر عليها اللاعب. طيب. اللاعب فاعتقد انه هنا كان يستحق. طيب. يتحسب ركله جزاء. كابتن خليل قرار نفس القرار. نفس القرار. قرار كابتن عبد الرحمن. انا اروح مع الطرد، مع الطرد، طرد الحارس. طرد الحارس لان الكره ما كانت سريعه وكانت تحت سيطره المهاجم. لا زالت مثل ما تفضل كابتن جمال، لو الحارس ما اعاق المهاجم فلمس خطوه خطوتين ممكن احط الكره في المرمى، والمرمى فاضي يعني وما في مدافعين. في انا اشوف المفروض طرد الحارس، المفروض طرد اذا اثنين مقابل واحد. هي كان يطالب طرد الحارس بينما الكابتن جمال كابتن خليل قالوا لا، فبالتالي بالاغلبيه نروح الحاله اللي بعدها. ايضا هلال الاهلي كانت مطالبه بجزاء للاهلي امام الهلال في الدقيقه 84. كابتن عبد الرحمن شوف الحاله، سقوط ما فيها شيء، اللعبه اللاعب ما صدق رمى نفسه، فاستمرار اللعب هو الصح. بتشوف من هنا كابتن؟ حتى من هنا، حتى من هنا لعب الكره في النهايه اللي لعب المدافع، المدافع اللي هو لعب المهاجم حط رجله من فوق الكره والمدافع حط رجله من تحت. يعني سقوط المهاجم اول ما حس بالمدافع جنبه سقط نفسه. كابتن خليل قرارك؟ انا مع الحكم في استمرار اللعب، استمرار اللعب، اللعب عاديه. كابتن جمال قرار؟ طبعا استمرار اللعب، المدافع لم يحاول التحايل، والمدافع المهاجم لم يحاول التحايل. والمدافع لعب الكره، هو سبب سقوط المهاجم انه حط رجله من فوق الكره زي ما قال. تعتبر سقوط طبيعي؟ ده سقوط، سقوطه نتيجه عدم اختلال التوازن. جميل، اذا كانت الحاله السادسه انتهت بها جولات الحاله السادسه، فجوله 11 طبعا فيها ست حالات انتهت. نروح للاوت اوف فوكس في اللقطات المستبعده في الجوله الثانيه عشره، وهي كانت جوله فيها اربع حالات. قبل نشوفها نشوف الاوت اوف فوكس. هذه اللقطات المستبعدة في لقطات الاوت اوف فوكس، وقد استبعدنا هذا العدد منها، استبعد خبراء فوكس طبعا. بقى عندنا اربع حالات، ناخذ الحالة الأولى. هذه الأهلي والرائد دقيقة 5، مطالبة أهلاوية بجزائية. كابتن جمال
الحاله دي احنا نجيبها من الفيديو نجيبها من الاعاده لانها من الحالات الصعبه. هنشوف الحاله في الاعاده. أيوة. كان عندنا اعاده وضحت لنا احنا من الواحده الاولى ما كناش متفقين على شيء. أيه. لكن جات لنا اعاده بعد كده وضحت اللقطه. مالها اعاده اللقطه يا شباب؟ نشوفها. طيب انت اخذت قرارك فيها لانه اللقطه اعاده بدون قراري من التلفزيون. أيوة. من المونيتور. لكن انا ممكن اكون مكان الحكم في الملعب وما اشوفش اللقطه. ما فيها خطا بس انت كقرار انت شايف انه في شد. في شد لكن طيب. لازم يشوفوا المشاهد. ان شاء الله نحاول نحط اللقطه عليها كابتن جمال. بالنسبه للقطه هذه من الوهله الاولى لا يوجد شيء. بعد تاكد ومن اعادات مختلفه كان هناك شد من الخلف بس كان لاعب المهاجم حاجز بين المدافع. جميل. والحكم. وبالتالي جميل. الحكم بالنسبه لك من الحالات الصعبه يعني في البدايه كانت عاديه بس اعتقد كان في مسك بس لازم نتاكد منها. شوف طيب. الاعاده ونتاكد منها. طيب اذا جهزت الشباب لقينا لها اعاده في خلال الدقائق الجايه نحطها ما لقينا نروح اللقطه اللي بعدها الحاله اللي بعدها عموما القرار اتخذ فيها نروح الحاله اللي بعدها. هذه الحالة في مباراة الأهلي والرائد أيضا في دقيقة 69 شوف كابتن عبد الرحمن نشوف الحالة دقيقة 69 احتسب ركلة جزاء احتسب ركلة جزاء ونشوف احتجاج قوي من الفريق ارتقاء المهاجم مع المدافع ويا الكرة الالتحام اللي يصير ما في دفع واضح وصريح. ايه. المدافع ما ارتقى معه فبالتالي حالة ركلة جزاء غير صحيحة. غير صحيحة كابتن خليل صحيحة؟ ارتقاء المهاجم كان طريقة جيدة، المدافع لم يعمل أي شيء وبالتالي فقرار الحكم كان غير صائب. كابتن جمال قال ركلة جزاء غير صحيحة. غير صحيحة. طيب نروح الحالة اللي بعدها في هذه الجولة. هذه لقطة نجران الفتح مطالبة بهدف ألغاه الحكم. كابتن خليل هنشوف الاعاده. شوف الاعاده يا شباب نتاكد من قرار الحكم المساعد. هنا الحكم قال اوفسايد. هنا انا قال اوفسايد بالنسبه لي ما فيش اوفسايد لان رجل المدافع خرج شويه. أيوة. على الخط. طيب وبالتالي اللقطه الثانيه هذه وهنا صحيح هو رفع على اللقطه دي وهنا هو وهنا رفع على اللقطه الاولى. اي 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 اي. بالنسبة لي ما فيش خطأ. يعني ما فيها شيء. ما فيش. بالنسبة للكابتن جمال؟ القرار خاطئ من الحكم المساعد. وألغى هدف صحيح. لا يوجد تسلل. كابتن عبد الرحمن؟ لا يوجد تسلل. لا يوجد تسلل فبالتالي كان هدف صحيح ألغي صحيح؟ نعم. كذا هذا الوصف طيب. نروح الحالة اللي بعدها. الجولة اللي بعدها. أو الجولة اللي بعدها هذه كانت آخر جولة في آخر حالة في الجولة الثانية عشر. الجولة الثالثة 13 فيها ثمان حالات قبل نشوف ثمان حالات نشوف الأوتو فوكس.
اذا كانت هذه الاوت اوف فوكس. نشوف الان فوكس في هذه الجوله اللقطه الاولى. كابتن جمال، هذه مباراه القادسيه وهجر. هنا الموضوع موضوع مش تقديري بقى، هنا موضوع خطوط. يعني هو في دفع، هل خارج منطقه الجزاء ام داخل منطقه الجزاء؟ لو سلمنا ان هناك خطا، خلينا نشوف الاعاده. من الاعاده حيبان الخطوط مساله ليس فيها تقدير وانما هي حقيقه، خارج او داخل. جميل، يلا نشوف الاعاده. نشوف الاعاده يا شباب. نعم، عجبني اللاعب وهو بيسلم على الحكم. بس طيب ارجع بقى، ارجع شوي لحظه الالتحام او لحظه الدفع اهو. امشي بقى شويه كمان اهو، انتهى الدفع هنا خلاص، كمان بس خلاص انفصل الجسمين عن بعض. اذا هنا حتى لو كان في خطا فهو من خارج منطقه الجزاء، اذا ركله الجزاء غير صحيحه. جميل. كابتن عبد الرحمن، كابتن خليل، ركله الجزاء غير صحيحه لان كان المفروض يكون خطا، يكون خارج منطقه الجزاء. كابتن عبد الرحمن، اللاعب الخطا خارج منطقه الجزاء، خارج منطقه الجزاء، بالتالي مو بلنتي. مو بلنتي. كابتن جمال انت قلت انه خارج المنطقه، وكذلك خارج المنطقه. الكابتن خليل، نشوف اللقطه اللي بعدها. هذه اللقطة الشباب والنصر دقيقة 20، هذه للاعب جت متتالية. اي لا، نشوفها معك 55. نشوفها معك كابتن عبد الرحمن، ثلاث لقطات او اربع لقطات متتالية. هذه يعطينا الدرس وموعظة للتحكيم، ان الحكم يركز على اللاعب اللي عنده تكرار الاخطاء. اي تكرار الاخطاء ورا بعض، يعني عندنا اربع خمس حالات لنفس اللاعب وحصل على ركلة جزاء نفس اللاعب كمان، يعني المفروض الحكم في حالة مثل هذه دخول ركلة حرة مباشرة وإنذار مستحق. أعطاه كرت. أعطاه كرت. نشوف الحالة اللي عقبها، اللاعب إيش سوى؟ اللاعب تمادى في تكرار الأخطاء والأخطاء اللي فيها تهور. فمعنات الحكم اللعبة الثانية المفروض يكلمه بشوي بأسلوب شديد، والحالات اللي بعدها المفروض ما يصبر على اللاعب. فاللاعب هذا المفروض ما يكون موجود في الملعب. طيب نشوف اللقطة الثانية. نشوف اللقطة اللي بعديه. لأن فعلا الحكم لازم يحفظ اللاعب اللي عنده تكرار في الأخطاء والأخطاء اللي فيها قوة وتهور. طيب خطا موجود، هاي طبعا لاعب ثاني. لا، نفس اللاعب. نفس اللاعب. نفس اللاعب. لا تستحق. ما فيها انذار. خطا من غير انذار. خطا من غير انذار. طيب الحاله الثالثه يا شباب اللي بعدها مباشره، نفس اللاعب الكابتن مشاري الثمالي، لها حاله ايضا في الدقيقه 32. نشوف الحاله، يعني حوالي كل سبع ثمان دقائق خطا، وخطا يعني يا تكتيكي او خطا فيه تهور. نشوف دخوله على اللاعب بعد الكره. صفر فيها الحكم، المفروض انذار ثاني وطرد. انذار ثاني مستحق. نشوف الحاله. كان مطالب النصراوي باعطاء كرت اصفر ثاني. انت شايف انه هذه اللقطه، خلينا نشوف الاعاده. نشوف الاعاده. هدوء الحكم مطلوب، ولكن مش في اللعبه واضحه وضوح الشمس. اللاعب عنده انذار ودخل على المنافس بعد لعب الكره. طيب. وبتهور. طيب. مستحق انذار ثاني. جميل. الحاله اللي بعدها يا شباب سريعا، شوف الحاله اللي عقبها، نفس اللاعب، دعس واضح كان. هذه الحاله كابتن، حركه اليد على ما اظن نفس اللاعب. نشوف الحاله في الاعاده. نشوف الاعاده فيها وش عمل نفس اللاعب 55. طيب. طيب احتجاج من الجهاز الاداري من فريق النصر. هذا قرار كابتن الرحمن. كابتن خليل، اللاعب رقم 55 مصر واصرار على ارتكاب الاخطاء. قرار كابتن جمال عشان الوقت. انا اعتقد انه هو كان من الدقيقه 32، كان 32 متر بطاقه الصف الثانيه. نفس اللاعب كان بلنتي اللقطه اللي بعدها فقط، لانه السبب اللي كنت بحاول لك عليه. نشوفها يا شباب. كمل استاذ جمال. جميل. هذه الحالة نشوفها، ده لاعب من الشباب. هذا لاعب من الشباب. لا شباب، خلونا نروح للبلنتي اللي بعدها. للبلنتي الدقيقة 26. دقيقة 26 واصلوا، نروح دقيقة 26 على بال ما تجهز. هي باقي حالة في هذه المباراة لنفس اللاعب هو مشاري الثمالي. كنت استبعدته، كان في مطالبة أيضا بطرد لاعبين ثاني عنده كروت صفر، قلت أنه ما تستحق، يعني ما تستحق. الحالة جاهزة معنا، حالة البلنتي نشوفها. كابتن جمال، قرار سريع. طبعا هنا فرصه المدافع في لعب الكوره كانت صعبه.
فرصته للوصول للكره كانت صعبه، فهو هنا باهمال قام اهو ما وصلش للكوره. طيب وبالتالي لا. هنا ده اهمال من اللاعب بلنتي ادى الى عرقله ركله جزاء. كابتن خليل ركله جزاء انا بس عايز اربط بين الحاله دي وبين تهور اللاعب أيوة بعد كده، لان هو هنا عدم احتساب ركله الجزاء اللي دي هي اللي خلت طيب. سلوكه يتغير مع اللاعبين. وبالتالي انا 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 بس النصيحه اللي اقول للحكم حتى لو احس بان هناك خطا موجود ارجو ان الحكم لا يتاثر بعدم احتساب الجزاء. نشوف اللقطه اللي بعدها. العرقله موجوده وكان يجب احتساب ركله الجزاء. جميل. بالنسبه لك كابتن خليل نفس الشيء، هناك عرقله يعني ضربه جزاء واضحه. ضربة جزاء واضحة كابتن؟ لعبة واضحة، ركلة جزاء غير محتسبة. طبعا قبل نختم خلينا نقول أول شيء شكرا للكابتن جمال الغندور الحكم الدولي الكبير، وشكرا على هذا التواجد، على هذا الحضور، على هذه على هذا الوقت اللي أنت أعطيته للقطات الدوري السعودي طوال الدور الأول وهذه الأحكام. شكرا كابتن. أنا بشكرك، وعايز أقول بس حاجة مهمة من الأرقام اللي أنا شفتها قدامي، إن دول 13 جولة في 7 مباريات، يعني 91 مباراة. الحين انا بهني لجنه الحكام لانه 5 مباريات فقط ادارة حكام اجانب. اتمنى الدور الثاني ان شاء الله الخمس مباريات دول يكونوا مباراه او اثنين. طيب كابتن خليل شكرا على هذا الحضور، الكابتن الكبير والحكم الدولي الكبير شكرا. شكرا جزيلا، وهذا في الشيء هو كفى من الضغوطات على الحكام لانهم حكام شباب من طريق كبير ان شاء الله. شكرا عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المغربي كابتن عبد الرحمن دلاور، الكابتن الكبير ايضا والاسم الكبير في عالم التحليل والمحاضر الدولي، وايضا محلل قناه الكاس، شكرا على هذا الحضور. مشكورين، وشيء يفرح ان عندنا 20 حكم سعودي ادار الدور الاول. صحيح. دور عبد اللطيف يمين. لنقل شيئا، الفريق القوي هو من يهزم الخصم ويهزم أخطاء التحكيم. مثلا على الهلال والأهلي عديد الأخطاء لكنها لم تؤثر على النتيجة، هما يفوزان رغما عنها ويتنافسان في الصدارة. وثم أمر آخر هي جزء من اللعبة لنا في خسارات كأس العالم وتنافسيات القارات خير دليل، لكننا هنا حاولنا أن نتعامل بالحالة المثالية للمنافسة، وهي أمر يعده المقيمون في حكم المستحيل. حسب اللقطات اللي شفتوها وصلتنا ومعايير الاستبعاد اللي سويناها خرج او سووها خبراء فوكس، خرجنا باكثر الانديه تعرضا للاخطاء التحكيميه. خلونا نشوف سوا. اولا كان فيه النصر على فكره هو اكثر نادي ارسل لقطات اخطاء تحكيميه، فكان ذكي جدا في ارسال اكبر عدد لخبراء فوكس. طلع عندنا عدد اخطاء النصر 9 في المركز الاول، الاتحاد ثاني في الثاني كان عنده 6 أخطاء عليه طبعا، والوحدة 5 أخطاء أيضا حسبت يعني عليه، والهلال كان في المركز الرابع بأربع أخطاء، وكذلك الأهلي بأربعة أخطاء، الرائد بأربعة أخطاء كذلك، الفتح بثلاثة أخطاء في المركز السابع. طبعا الهلال الأهلي والرائد الرابع مكرر بحكم أنه تساوي الأرقام. هذه بالنسبة للعير اللي خرجنا بها. نشوف ثمانية كان اللي هو الشباب أيضا كان 7 مكرر، والفيصلي 7 مكرر بثلاثة أخطاء لكل منهما، القادسية عدد الأخطاء حسبت عليه 2، ونجران 2، هجر 1، والخليج 1، والتعاون 0. التعاون يعني هو ما أرسل لنا اللقطات بصراحة، ولكن تكفل اللي ما ندري ليش طبعا ما أرسل، ولكن تكفل أحد إعلامي التعاون وإعلامي نجران أيضا هذين الناديين لم يرسلا، فبالتالي عوضناها بأنه بعض الإعلاميين المحبين جدا لنجران والتعاون قاموا بهذا الدور يوم تخلت إدارة الناديين عن هذا الدور، هم قاموا وسلمونا المقاطع. مثل ما شفتوا نجران كان عدد من اللقطات وكذلك التعاون، لكن التعاون لم يحصل ضده أي خطأ حسب المئة ونيف والتي عرضت على خبراء فوكس واختاروها
لكم. خلونا نشوف الأندية الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم، هذا التضرر في جدول ثاني عملناه أيضا بالاستفادة بعدد الأخطاء التي حسبت استفاد منها النادي بطريقة أو بأخرى، سواء مباراة كان فاز فيها ولا ما فاز. بس مثلا بلنتي حسب له مو صحيح، أو بلنتي حسب يعني أو بلنتي عليه ما حسب بهذه الطريقة. نشوف الأكثر أندية استفادة من أخطاء التحكيم، خلونا نشوفه. في البداية عندنا الرائد كان أكثر الأندية مستفيدة بثمانية أخطاء، الشباب بخمسة أخطاء، الفيصلي بخمسة أخطاء أيضا، والتعاون بخمسة أخطاء، إذا أكثر من ناديهم بخمسة أخطاء. هجر في المركز الخامس بأربعة أخطاء، وكذلك القادسية والخليج استفادوا أربع مرات. هذا ترتيب المستفيدين للسبع الأوائل طبعا. الرقم ثمانية نشوفه يا شباب إذا كان جاهز. الخليج إذن هو السابع. المركز الثامن أو السابع مكرر كان الهلال بخطأين حسبت له، خطأين حسبت له غير صحيحة يعني. الفتح أيضا اثنين استفاد مرتين، الأهلي استفاد مرتين، والنصر مرتين، الاتحاد مرتين، الوحدة مرتين، نجران استفاد في حالة واحدة. طبعا في شيء ثاني، فريق عمل البرنامج يعني بعد ما خلصوا الجماعة اللي هم خبراء فوكس واشتغلوا كل هذا الشغل وخلصوا، عطونا يعني وفق آلية معينة، قالوا عندنا أخطاء مؤثرة وغير مؤثرة على نتيجة المباراة وصنفوها، بس هم ما حسبوا معنا بصراحة. حنا يعني اجتهدنا شوي، شغلنا مخنا، أخذنا طبعا كنا مرتبين لها من قبل، بعد ما خلصت النتائج حطيناها وفق المعايير اللي عملناها. طبعا المعايير كانت بسيطة جدا، ولكن كانت كالتالي: كنا نتعامل مع النادي يعني انه مثلا النادي متعادل 0-0 مع نادي اخر، له بلنتي ما حسب يعني مثلا في دقيقه 60-70 او ما قبل، اذا ما حسب للبلنتي احنا نحسبه لصالحه، فبالتالي يصبح فايز المباراه لانه عليه له خطا والنادي الاخر ما له خطا، فيعتبر حرم من بلنتي. نفترض انه هذا البلنتي يحسب، ونفترض انه صحيح اصلا، فنتعامل معه انه يعني بلنتي ولابد يعني ويجي، فبالتالي ثلاث نقاط له. في حالات أخرى أن يكون فايز الفريق ب1-0 مثلا وهدفه غير صحيح، نرجع المباراة للتعادل. هو اجتهاد لفريق العمل، خرجنا من خلاله بجدول مثالي في حالة أفلاطونية مثلا أو أفلاطونية مثالية. خلونا نشوف جدول الترتيب يعني بعد هذا العمل، جدول الترتيب الحالي وماذا حسم وأضيف من نقاط للأندية. أولاً أصبح الأهلي، بقي الأهلي في مركزه في المركز الأول ب 37 نقطة. الهلال كان هو بذات الرصيد النقطي 33 مع الهلال، مع الأهلي أصبح 31. كان الهلال نهاية الدور الأول هو الأول، والأهلي ثاني بفارق مواجهات، أو عفواً بفارق، لا كان الأهلي والهلال، كان الأهلي والهلال بهذه الطريقة، كان الأهلي هو الأول بفارق مواجهات، وكذلك الهلال بعده. الاتحاد كان الثالث نقاط زي ما تشوفونها 37، زادت أربع نقاط للأهلي. الهلال حسمت عليه نقطتين خسرها، الاتحاد خسر نقطة وكسب نقطة، فبالتالي بقي على نفس الرصيد النقطي ب 26 نقطة. كذلك التعاون عنده 13 مباراة، النقاط الحالية 24 المحسوبة له، يعني هذه الأصلية، ولكن باجتهادنا بعد ما عملنا يعني رصد معين وفق المعايير اللي قلناها لكم، خرجنا بأنه صار عنده 19 نقطة. الفتح من 19 نقطة إلى 23 نقطة، يعني تضرر كثيرا الفتح في مباريات كانت مهمة جدا ومفصلية، وله لقطات حسبت عليه يعني تسببت عليه في فقدان بعض النقاط احنا أضفناها هنا. يعني أصبح الفتح إذن في المركز الخامس. الشباب السادس ب16 نقطة، كان عنده 18 الشباب، صار عنده 16، حسمت عليه نقطتين لأنه خسر ثلاث نقاط وكسب واحدة، لو حالة كان مستفيد منها. الخليج في المركز السابع، الخليج مثل ما تشوفون لعب 13 مباراة، النقاط الحالية 18 المحسوبة أصلا في يعني في الدوري، لكنه خسر نقطة وكسب نقطتين من أخطاء التحكيم نقصد، فبالتالي نقاط النهائية صارت 19 نقطة. نشوف الثامن الترتيب حسب دوري جميل، هو فريق النصر. النصر عنده النقاط النهائية ظهرت ب 26 نقطة، وهو كان عنده 18 لأنه كسب 8 نقاط. النصر كان عنده حالات كبيرة لم يخسر ولا نقطة. الفيصلي عنده 16 نقطة من أول، صار 14 اليوم. الوحدة كان عنده 12 صار 17، القادسية صار 11، الرائد صار 5، نجران صار 9، هجر
ثلاث نقاط عنده من أول، خسر نقطتين وكسب نقطتين، فبالتالي الصفر يعني يزاد على رصيد النقطي فأصبح ثلاثة. بهذه الطريقة أصبح أمامنا يعني الجدول أو ترتيب نهائي افتراضي عملناه في فوكس، عمل فريق عمل فوكس وفق هذه النقاط والاجتهادات، وأيضا هي اجتهاد في النهاية لعمل جدول افتراضي في حال كنا مثاليين لدرجة أنه ما عندنا أخطاء تحكيمية مثلا وأنه ما في أخطاء تحكيمية مؤثرة، لكن وفق الأخطاء المؤثرة حسب خبراء فوكس وما حددوا فقط المؤثرة، إحنا أخذنا هذه المؤثرة جهزنا لها جدول بترتيبه النهائي مثل ما نشوفه. أولا كان الأهلي ب 37 نقطة، يبقى الأهلي في المركز الأول ب 37 نقطة، لم يتغير شيء عند الأهلي. الهلال ب 31 نقطة، في المركز الثاني كان 33، خسر نقطتين الهلال. النصر زاد برصيد النقاط صار عنده 26 نقطة في المركز الثالث، مع الاتحاد أيضا صار عنده 26، حسبناها بطريقة أنه المواجهات المباشرة كانت لصالح النصر، فازوا على الاتحاد بمباراة 3-0، فبالتالي أصبح النصر هو الثالث والاتحاد رابع رغم رصيد النقط المتساوي. الفتح الخامس ب 23 نقطة، التعاون 19 نقطة، التعاون يعني بعد أن خسر هذا العدد من النقاط حسب الاجتهاد، نكرر الاجتهاد والجدول الافتراضي. الخليج صار عنده 19 نقطة، أيضا هو الآخر زاد في رصيده النقطي. نشوف الثامن في جدول الترتيب، هو الوحدة، قفزة كبيرة الوحدة ب 17 نقطة حسب الجدول الافتراضي والترتيب الافتراضي اللي احنا عاملينه وحاطين بالتحديد الترتيب الافتراضي عشان ما حد يعني يستذكي علينا او كذا، ترتيب افتراضي لنخرج من اي حرج، ويعني الواحد يعتبره حقيقي، هو في حالة مثالية لجدول الترتيب ولجدول الدوري لا تحدث في العالم، يعني ما في بطولة ولا منافسة بدون اخطاء تحكيمية، لكن في حال انه افترضنا عدم وجود هذه الاخطاء من حكام سعوديين أو الحكام الأجانب اللي يجون في المباريات الكبيرة، فنحن أمام هذا الجدول. التاسع الشباب ب 16 نقطة، الشباب في خسر الكثير بصراحة. الفيصلي 14 نقطة، هو الآخر خسر الكثير. العاشر أو الحادي عشر القادسية ب 11 نقطة، نجران أصبح مركز الثاني عشر، تجاوز الرائد والرائد هبط إلى المركز ما قبل الأخير بخمس نقاط حسب ترتيبنا الافتراضي. حجر كان أخيرا بثلاث نقاط. نكرر ونعيد أن هذا النوع من الجداول هو جدول افتراضي في حالة مثالية لترتيب الدوري ولشكل الدوري وعدم الأخطاء. في نقاط مهمة ممكن نشير لها، طبعا النصر مثلا هو أرسل حالات يمكن الحال وكان دبل ثلاثة أربعة أندية معه، يعني كان ذكي جدا في أنه اقتنص ما خلى شيء، رصد كل الأخطاء اللي عليه، طبعا استبعدت منها أكثر من الثلثين، يعني كانت أخطاء ما ترقى مثلا لأنها تحسب، ولكن في المقابل عنده أخطاء صارت مهمة مفصلية، لنذكر بداية الدوري خسر هو في أكثر من تعادل، وكان له مثلا بلنتي أو هدف ملغى أو هدف محسوب مثلا لنادي القادسية مثلا في آخر الدقائق. الهلال مثلا هو الآخر يعني فقد نقطتين، طبعا قبل ندخل الاستوديو في الحلقة الأولى كان الهلال 33 يبقى 33، الحالة اللي مباراة الهلال والنصر اللي فقد فيها الهلال نقطتين بتعادل مع النصر حسب الترتيب الافتراضي كانت لأنه الحكام أو خبراء فوكس من قبل قالوا أو في الفرز الأولي قالوا إنه حالة البلنتي للنصر في تلك المباراة لم تكن صحيحة وأنها حسبت على الهلال خطأ، ولكن على الهواء في الاستوديو كان لهم تصور آخر وصارت بالأغلبية 2-1 حسبت بلنتي، فبالتالي أصبح النصر في تلك المباراة يطالب بطرد ليجاو، الهلال يطالب بإلغاء البلنتي مع إلغاء باقي اللقطات. لنقل شيئا آخر، سنكون سويا هنا في نهاية الدور الثاني بذات الطريقة وبذات الخط المثالي، وسنمنح للأندية وحتى نهاية يعني شهر من تاريخ بث هذه الحلقة سنمنحهم فرصة أخرى أو إضافية لأي لقطات أرادوا عن الدور الأول لمن فاته أمرا من مثلا أنه ما جمع لقطات بشكل كويس، سنعرج عليها في حلقات آخر الموسم لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق أيضا لا ينتهي بتقادم الزمن. قبل أن أودعكم أشكر خبراء فوكس جمال والغندور وعبد الرحمن الدلور وخليل الرويسي، يعني أشكرهم على كل هذا العمل الكبير في ورش العمل وفي الحلقات، وحتى موعد قادم لفوكس نهاية الموسم، كونوا في رعاية الله.